السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بزملائي الأعزاء مع ورشة تنمية مهنية للمعلمين موقع التعلم عن بعد فليب جريد. تقديم الورشة تامر محمد وياسر السيد. الورشة إن شاء الله بسيطة وسهلة وكلها إفادة لنا، وهي خاصة بالتعلم عن بعد، وهي هتلاقيها فيها بعض الإمكانيات الجديدة اللي خاصة بوسائل التواصل مع الطلبة. هتلاقي فيها استمتاع مع الطلبة والمعلم في نفس الوقت. هنبدأ مع بعض بفائدة الموقع. منصة من منصات التعلم الذكي السهلة للتعلم عن بعد. أيضا هناك عمل أسئلة للطلاب تفاعلية خاصة باستخدام الفيديو. استقبال إجابات الطلاب من خلال الفيديو. عناصر التدريب اليوم، هنبدأ مع بعض بعمل حساب بالموقع والاشتراك فيه، إنشاء فرق وصفوف، عمل درس موضوع الأسئلة، عمل فيديو للطلاب بالسؤال، رقم 5 استقبال إجابات الطلاب وإضافة أدمن للمجموعة، وآخر شيء عندنا عرض تجربة طلابية. في البداية هروح معاكم للموقع. الموقع أنا لو بدأت فيه هروح بجوجل وهكتب فليب جريد واختار أول اختيار للموقع وأبدأ أعمل ساين أب وأبدأ أسجل بجوجل. طبعا لازم يكون عندك حساب على جوجل عشان تبدأ تسجل في الموقع. بختار الحساب وبسجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لينك الموقع مش ندخل عليه على طول؟ حاضر حاضر يا مس، هو كله في البرزنتيشن، حطه في البرزنتيشن. وانت مجرد ما بتكتبي في جوجل الفليب جريد هيظهر لك على طول الموقع، وانا حطه في البرزنتيشن. حاضر هبعته لكم. في البداية لما بتفتح الموقع بيظهر لك المجموعات اللي انت سبق انشأتها قبل كده او لسه هتنشئها. طبعا انا قدامكم الحين انا عامل في الصفين جريد 7 وجريد 8، بس هبدا اعمل صف جديد، هعمل جروب مجموعه جديده. طبعا هسمي في الاول بدايه اسم المجموعه وليكن مثلا جريد 9 جي مثلا، وهبدا هنا اعمل الرابط اللي خاص بالمجموعه او اعمل حاجه اسمها اد يوزر نيم مكان الرابط. هضيف للطلبه يوزر نيم ثابت بحيث الخاص بيهم. يبقى في البدايه هنا عملت جريد اسم الصف او المجموعه، وهبدا على طول مباشره اد يوزر نيم. اسم الطالب طبعا ببدا عندي مثلا في الصف ده عندي 10 طلاب، عندي 15 طالب، عندي 5 طلاب، هبدا اكتبهم كلهم. الفيرست نيم مثلا وليكن عندي صف تاسع، عندي مثلا ناصر. استاذ تامر اتفضل يا استاذ محمود. بعدين لك بس دقيقة بس نحكي للأجانب شو الموضوع. طيب اتفضل ماشي. الله يزيد فضلك. جود افترنون. ارجع لك تاني من الأول؟ لا ما في داعي. ماشي. مستر تامر today is sharing with us one of the best practices that he has made in his classes using a Flipgrid platform. Basically this session is a practical one. We need to sign up using Flipgrid and then to create our own accounts. We should have Google accounts to proceed, and then you can have students' feedback, and it's easy platform to deal with. It's interactive, and you can receive students' input or feedback using videos of their own creation. Now, Mr. Tamer is sharing with us how he is creating a group on Flipgrid after he has created an account using his own Gmail account. تفضل استاذ تامر. في البدايه زي ما ذكرنا سابقا هبدا اضع عنوان للجروب اللي هو جريد 9 جي، وبعدين ابدا استعيد عنها بعد كده باليوزر نيم بدل اللينك، وادخل اسم الطالب الاول واللاست نيم، واليوزر نيم هنا بيعبر عنه بالباسورد بتاع الطالب
انت بتحط له باسورد، وفي الغالب انت بتستخدم الباسورد اللي هو رقم الايسز اللي خاص بالطالب، عشان لما بيدخل على الرابط بعد كده الخاص بالموقع بيكتب رقم الايسز مباشره، فبيدخل على الرابط مش محتاج انه يتذكر الباسورد. فانا هفترض مثلا ان رقم الايسز بتاعه 1 2 3 4 5 6 وهبدا اضيف الطالب الاول، هبدا اضيف الطالب الثاني وهكذا، سويد مثلا ناصر، وابدا اضيف الطالب الثاني 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو الباسورد بتاعه او اليوزر نيم اللي انا بفترض ان هو رقم الايسز بتاع الطالب، وهضيفه عندي هنا وابدا اقول له كرييت جروب. اتفضل يا استاذ محمود. So Mr. Yasser here, Mr. Tamer here is adding students using their own ISIS numbers. And at the end, he can just share with the students a link so they don't have to look in using their own credentials. They can just using the link to log in. And after adding all the students, they can create the group. طبعا بعد ما بتخلص اضافه الطلاب بالصف وتضيف اليوزر نيم تبدا تنشئ الجروب. هنا بيقول لك الرابط اللي خاص بالجروب بتاعك ممكن تاخده عن طريق الكيو ار وتنزله داونلود وتبعته للطلاب، او بطريقه ثانيه اخرى هنقولها دلوقتي. طبعا انا عندي دلوقتي انشات الجروب بتاعي جروب 9. لو رجعت ثاني كده للخلف الجروبات اللي عندي، عندي جروب 9 جروب 7 جروب 8. هروح ارجع للجروب 9. لو حابب تضيف طلبه ثانيه بتعمل مره ثانيه اديت للجروب وتبدا تضيف طلبه جداد وسيف تشينج. ظهرت هنا معايا برنت ستودنت ليست. برنت ستودنت ليست لو انت عايز تطبع القائمه اللي خاصه بالطلبه اليوزر نيم والباسورد بتاعتهم وتبقى محتفظ بها عندك، بحيث لما يجي الطالب لو نسى الباسورد تقدر تبعت له الباسورد من الملف اللي انت خزنته عندك قبل كده. اتفضل يا استاذ محمود. At any time you can add members, you can edit the group that you have created, and as well you can also print a students list with you with their accounts with their username and password. So if any student forgot his password or credentials, you can just provide it to them. Also, you can give the code from the QR or you can just share the link with them. Done. هرجع ادخل مره ثانيه للجروب جريد 9. طبعا زي ما قلت في الاول ان الغرض من الموقع هنا هو صوره التواصل بطريقه سهله وطريقه ممتعه للطالب وللمعلم في نفس الوقت. هبدا لازم في الاول عشان اتواصل مع الطالب لازم انشئ حاجه عندي اسمها توبيك، الموضوع اللي هتحدث فيه مع الطالب. هبدا بانشاء توبيك، موضوع. اسم الموضوع بتاعي مثلا وليكن انا هتكلم مثلا عن ديزاين تكنولوجي، والسؤال اللي انت عايز تساله للطالب، لان هيكون عباره عن سؤال وجواب بينك وبين الطالب. فهفترض مثلا اي سؤال هساله للطالب، وعايز بقى اضيف اتاتشمنت ملحق مع السؤال، ممكن يكون صوره ايمج او فيديو، وده الموضوع اللي هيدور عليه دلوقتي هتكلم عليه، الفيديو، او اضيف له موشن او ارفع له فيديو من اللي موجود عندي. اتفضل يا استاذ محمود. So basically this platform is very interesting for the teachers and for the students as well. To communicate with the students you need first to create a topic. After creating a topic you can just need to add a theme or a title or something. Then you can attach a video, an image, a file, a motion, or any of those features included in this website. تفضل سير. بعد ما تضيف التايتل وتضيف الديسكريبشن الخاص بالموضوع، عايز تضيف صوره طبعا زي ما ذكرت سابقا، او فيديو، او اتاتش تضيف اتاتشمنت فايل، وتحدد الفيديو مده الفيديو اللي خاصه بالطالب اللي هيجاوبك عليها، لان انا هبعت له فيديو فلازم يرد عليا بفيديو، يعني يفتح الفيديو عنده كاميرا ويسجل صوته ويسجل الاجابه بتاعته ويرسلها لي. فانا هفترض دلوقتي السؤال بتاعي ان انا هساله عن طريق تسجيل الفيديو، فهعمل ريكورد للفيديو. وفي الحاله ديت هبدا اختار خلفيه، لو انت عايز تضيف الطالب يضيف خلفيه، عندي الباك دروب عندي هنا، وابدا اختار خلفيه من الخلفيات الموجوده.
وبعد كده ابدا اضغط على زر الريكورد، هيعد 3 من 1 2 3 ويبدا يسجل معايا السؤال اللي انا بساله للطالب عن طريق الفيديو. هو دلوقتي بيبدا يسجل معايا، بدا يسجل وابدا اقول له ستوب، كده حفظ السؤال بالفيديو بالصوره بتاعتي. لو انت حاسس انك عايز تعيد الفيديو مره تانيه، بتعمل ريتيك مره اخرى للفيديو وتبدا تسجل مره اخرى الفيديو مره تانيه، هيبدا يعد وتبدا تتكلم بعد كده وتسجل الفيديو الخاص بيك وتوقف بعد كده السؤال بتاعك. اتفضل يا استاذ محمود. So the way of communication here between teachers and students is sharing videos. As a teacher, you can attach a video and you can videotape yourself for 30 seconds or for a minute, and the student will respond to your video with another video using his own camera. And you can also assign like background effects for your video. You can retake if you need to adjust or to edit the video that you've taken. Also, this way is good for language teachers, especially when they want to assess the speaking skill, for example. تفضل يا استاذ. بعد ما انتهيت من تسجيل السؤال اللي هيذهب للطالب عن طريق فيديو، هبدا اقول له نيكست، اتكلم بعد كده وتسجل الفيديو، وبعدين اقول له سبميت. كده السؤال اللي خاص بالدرس اترفع على الموقع في هيئة فيديو. هبدأ أقول له بوست. هنا هيبدأ يظهر السؤال الفيديو الخاص بيا. هنا هيبدأ يحمل الفيديو وراح للموضوع جريد 9. في الموضوع دوت فيديو خاص بالمعلم. فيديو خاص بالمعلم بالسؤال. اتكلم بعد كده وتسجل. ادي الفيديو. طيب لحد الان الطالب ما شافش الفيديو، فلازم اعمل له شير، اعمل التوبيك ده شير للطالب عشان يقدر يشوف السؤال ويبدا يجاوب عليه. طبعا so far this video is not viewed by the students and they can view it. To make it viewable or editable by the students, I need to make it shareable with them. Mr. Tamer now will show us how to share this video or this question with your students. فبعد ما سجلت الفيديو هبدا اعمل شير للفيديو واختار كوبي لينك. كوبي لينك عندك طبعا هنا زي ما اتفقنا اللي هو الكيو ار لو حبيت تنزله، او تاخد كوبي لينك وتبدا تعمل شير للطالب بتاعك تبعته عنده على التيمز. هفترض مثلا ان فتحته عنده اهوت، فتبعت الرابط، الطالب بدا يفتح الرابط، هيدخل هنا الباسورد اللي خاصه بالطالب اللي احنا اتفقنا عليها في الاول اللي هي عباره عن رقم الايسز، لانك بدل ما تعمل انت ارقام باسوردات للطلبه ويحفظوها هما بعد كده، لا بتسهل على نفسك وتديله رقم الايسز. انت بتسجل في الاول اليوزر نيم والرقم الايسز مباشره. فانا هفترض مثلا رقم الايسز بتاعه زي ما عملته في الاول 3 4 5 6. هنا ظهر هنا معايا الطالب مسجل عندي هنا. طالب مين هنا؟ ماشي، الطالب هنا ظهر منتظر هو يبعت لي الاد ريسبونس. يعني الطالب دلوقتي هيبدا يشغل الفيديو، اتكلم بعد كده وتسجل الفيديو، شاف الفيديو والسؤال ويبدا يبعت لي هنا ايه الريسبونس بتاعه، يبدا يرسل لي، يبدا يسجل بردك ويبعت لي الاجابه الخاصه بيه، هيحط الباك دروب الخاصه بيه ويبدا يسجل ويبدا يعمل نفس الوضع الارسال. اتفضل يا استاذ محمود. So as a teacher, to share this question with the students, I need to copy link and share it with them using Microsoft Teams, for example. And they, by clicking on that link, it requires them to enter their password. And the password I already have created, and I should have provided my students with their password. Then they will see the screen add response. They can view the video, and it requires them to respond with another video based on the question itself in the video. تفضل. بعد ما الطالب دخل بحسابه واستمع السؤال الخاص بيا بالفيديو، هيبدا يرسل الاستجابه بتاعته اد ريسبونس ويبدا يسجل. هيضيف الخلفيه بتاعته لو فضل كده.
ويبدأ يعمل تسجيل برضك بالظبط زي المعلم عمل. طبعا هنا الإجابة لازم يرسلها فيديو، يعني ما ينفعش يرسلها مثلا اتشمنت فايل، لازم يرسلها فيديو ويبدأ يسجل. بدأ يسجل معايا الطالب دوت، وده الطالب هو اللي بيسجل مش المعلم. بدأ يسجل ويبدأ يعمل ستوب ويعمل نيكست، نيكست بوست تو توبيك. الطالب أرسل إجابته، جو تو توبيك. لو رحت انا بقى دلوقتي عندي استاذ محمود، استاذ تامر صوتك انقطع، مش عارف في خلل كانه. استاذ محمود أنا سامعك أستاذ تامر، أنا سامعك. تحب تترجم الجزء ده ولا أكمل؟ لا لا الأمور طيبة، إنه مستر تامر was saying إنه the student will follow the same procedure followed by the teacher when he made the video. He will add a response by creating a video of his own. He will start recording himself for a minute or 30 seconds answering the question and he need to attach the video to the prompt. And then he need to follow the instructions. Next, 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 and then post the video. At this stage, teachers can view students' responses. تفضل يا أستاذ. بعد ما الطالب أرسل الريسبونس اللي خاصة بيه، لو دخلت على الجروب أنا بتاع الطلبة هتلاقي هنا ناصر أرسل لي الإجابة بتاعته. لو فتحتها بدأ الإجابة بتاعت الطالب أقدر أعرضها، بدأ يسجل معك وكل الطلبة تقدر تشوفها. ادي عندي استجابتين لنفس الطالب، وطبعا تظهر كل الاستجابات الخاصه بالطلاب وهم يقدروا يشوفوها عندهم بردك في نفس الوقت. يعني بيظهر قدام الطالب هنا بردك الاستجابات، لو حد ارسل استجابات اخرى من زمايله بيبدا يشوف الاستجابات بتاعتهم كلها. ادي هو the point here. بعدين انك سبتمبر انه students can view each other's responses. So if, for example, student A posted a video, he can also view the responses of his colleagues when they posted theirs to the teacher. So this platform is not private, like only the teacher who can see your answer, only also your classmates can view your responses, your videos. تفضل استاذ. طبعا دلوقتي قدام الطالب ظهرت الاستجابات الطلاب زمايله، وفي نفس الوقت انا عندي ظهرت نفس الاستجابات بتاعت الطلبه. يبقى كده الطالب بعت لي الاستجابه الخاصه بيه، واقدر كمان يبعت لي اكتر من طالب الاستجابات. طيب انا زي ما قلت في الاول الشير عندي هنا، برسل الشير للطلبه والطلبه تدخل بحسابها وتبدا تسجل الاجابه. طيب انا هفترض دلوقتي ان انا عملت مثلا جروبس، عندي مثلا ثلاث جروبات، وهفترض مثلا مدارس من صف اول لثانيه 10، عندي مثلا 150 طالب، وعملت دخلت كل حساباتهم. هل المفترض مثلا ان لو افترضت الاستاذ ياسر او الاستاذ محمود عايز يعمل نفس الجروبات ديت ان هو هيعمل جروبات وانشئها بباسوردات ثانيه؟ لا، انا ممكن انا كادمن للجروب اضيفه ادمن هو كمان على نفس الجروب ويدخل على نفس الحسابات ويضيف موضوعات خاصه بيه. يعني انا هفترض دلوقتي صف سابع، صف سابع ده فيه اتنين ادمن ياسر وتامر. الاتنين ادمن دول هم خاصين بالجروب وممكن اضيف ادمن كمان. فانا هفترض دلوقتي ان انا واقف الجروب صف تاسع اللي انا انشاته الحين، وهضيف لي ليدر، هضيف لي ليدر كمان، هضيف كمان واحد ادمن عن طريق ان ابعت له عن طريق الايميل بتاعه. اخد الايميل، بس طبعا ايميل خاص بجوجل، وليكن مثلا اي ايميل مثلا @google.com. افترض بكتب اي ايميل خاص باللي هبعت له @gmail.com وابعت له الانفايت، الدعوه. مجرد ما تجيله الدعوه على الايميل هيدخل ويوافق عليها، هيصبح ادمن على جروب 9. يبقى دلوقتي مش محتاج ان انا انشئ طلابي مره ثانيه، لان زميلي عنده نفس الطلاب فانا خدت منه الادمن وبس وخلاص، واضيف التوبك بتاعتي اللي انا عايزها وابدا اتعامل معاه كانه بالظبط ايه، صف خاص بيا. So the good news
And as a teacher, you don't have to create your own groups from A to Z if one of your colleagues has or is teaching the same classes. Some teachers can share administration privileges for the same group. So here, Mr. Tamer and Mr. Yasser, they are sharing the same group. Both of them are administrators for this group. So both of them can add posts, they can post videos, they can add content, and students can respond to both of them at the same time. And Mr. Yasser, he's the administrator, so he can share a link with any other teacher and make him administrator as well. تفضل استاذ. تمام. انا كده خلصت الجزء دوت. هعيد بسرعه الترتيب من اول ستيب واحد لحد ستيب اللي وقفت عليها دلوقتي. الخطوات سريعه مره ثانيه عشان اللي ما كانش حاضرنا. هدخل الموقع. الموقع اسمه فليب كريت. الموقع اسمه فليب جريد. هبدا ادخل في جوجل اكتب فليب جريد عادي خالص. طبعا هبعت لكم الرابط. فليب جريد اهوت. طيب بعد كده هنشئ جروب مباشره. هكتب اسم الجروب جي 9 ايه. مباشره هروح على اد يوزر نيم. هضيف اليوزر نيم اوكي. هضيف اسم الطالب. عمره بسرعه. اليوزر نيم الباسورد بتاعته دي في الطالب. انشات طبعا اكتر من طالب. كرييت الجروب. اصبح عندي دلوقتي اول توبيك. لو حبيت تعدل في التوبيك دوت بتعدل فيه عادي خالص او بتنشئ توبيك تاني. هنشئ توبيك. ضيف اسم التوبيك بتاعك. العنوان التايتل الخاص بيه مثلا ديزاين تكنولوجي اسم الماده بتاعتك. الديسكريبشن الخاص بالسؤال بتاعك. وبعدين تضيف الفيديو اللي هو السؤال. تبدا تسجل. تختار الباك دروب. تسجل. تعمل تسجيل. هيعد لك العداد. بعد ما تضيف تعمل نيكست او تعيد التسجيل مره اخرى من ريتيك. تعمل تيك نيكست. نيكست. سبميت. سهل خالص. سبميت. بوست. طبعا هنا اسك كويتشن تسال السؤال بتاعك وتحدد الفيديو مدة الفيديو اللي انت عايز الطالب يجاوب عليك فيها عشان ما يقعدش يكرر. ممكن عندك من اول دقيقة ونص لحد ايه 10 دقايق اجابة الطالب. بوست. عندك الفيديو والتوبيك بتاعك اهوت اللي انت انشأته. بتاخد الرابط من فوق كوبي لينك وتبعته للطلبة. يبدأ يدخل عليه عادي خالص على التيمز. تبعته الرابط على التيمز عادي. هيدخل عليه بحسابه اللي هو الباسورد اللي انت سجلته فيه اللي هو 1 2 3 4 5 المقصود بيه رقم الايسس. كده انا خلصت والاستاذ ياسر هيكمل معاكم التجربة اللي عملها مع الطلاب. اتفضل استاذ ياسر. قبل استاذ ياسر ما يدخل معلش استاذ ياسر خليني بس اعمل كمان انا ريكاب للمين بوينتس اللي حكاهم استاذ تامر. So basically to utilize this platform, first of all, you need to Google Flipgrid, take the first result, create an account using Gmail. After then, you need to create a group using your student's username and password, add group, add members. Later on, you can add your topic. And then you need to attach a video and follow the instructions. Once your video is ready, you can post it. It can be viewed by the students after you share the link with them. You can also, as an administrator, you can limit the video duration from 30 seconds all the way up to 10 minutes. So if you don't want the video to be long, too long, you can just set a limit for the video. And you can also share with other teachers the same group by giving them privileges to be administrator as well. Now, Mr. Tamer is done with his part of the presentation. Mr. Yasser will talk to us about his experience using this platform. تفضل يا أستاذ ياسر. شكرا أستاذ محمود. شكرا أستاذ تامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعمل لكم استعراض سريع لما تم ما بيني وما بين طلابي أنا. طبعا قسم البنين عندنا يعتبر محظوظ شوية. الشير واضح؟ الشير واضح؟ واضح استاذ واضح.
أنا أنشأت لجميع صفوفي، أنا في قسم البنين، أنا بدرس من الصف الخامس للصف الثاني عشر، فجميع المعلمين قسم البنين يقدروا أنا أضيفهم كأدمن معايا في الجروبات اللي أنا عاملها، وعملت الباسوردات وعملت كل حاجة تمام. في جزئية بس عاوز أوضحها في الشرح، إن ممكن أنا لكل صف من الصفوف دي ليه كود. ليه كود، ممكن الطالب يطلب مني الكود أنا أبعته له بيقدر يخش برضو على الصف. تفضل سيد محمود. So Mr. Yasser is teaching from grade 5 to grade 12 and he mashallah has created groups for all his classes as you can see from his screen. the thing here that each group or each class has a code. So if Mr. Yasser shares this code with any of the students, so that student can have access to the group and he can see the post and he can see the material posted over there. تفضل استاذ. في جزئيه كمان مهمه، ان اي فيديو او اي سؤال انا بساله للطلبه بتظهر لهم عندهم هنا في الاشعارات، وانا كمان لما بيجي عند الطالب يتجاوب على الاسئله عندي بتظهر لي هنا في الاشعارات زي ما احنا شايفين. So if a student answered any of the questions that you have asked, you as a teacher, you will receive notification that you have received certain responses by your students so that you can go ahead and grade them. هو البرنامج زي ما احنا قلنا فيه خصائص كتيره جدا، اهمها ان هو بيخلي الطالب يعني يتدرب ان هو يلقي، ان هو يجاوب، ما يكونش يكسر موضوع الخجل عنده. ففي امكانيات كبيره جدا. انا فيه هوريكم بعض الحاجات اللي انا عملتها مع الطلبه عندي في الترم الاول وفي الترم الثاني. ده مثلا صف سابع. انا هنا ياسر ياسر اتفضل يا تنسانيش. الله يرضى عليك تنسانيش. So Mr. Yasser mentions that this platform has so many advantages, numerous ones, but the most important one, this platform develops in the students their sense of self-confidence, self-esteem. It can also improves their presentational skills. They can use their camera, they can stand up and talk in front of others. Now Mr. Yasser will show us an experiment that he's done with grade 7 students. الميزه هنا ان اي توبك انت حضرتك بتحطه بيظهر التاريخ عنده موجود هنا، يعني ده مثلا من في 8 سبتمبر السؤال ده، وهنا مثلا في هنا 24 يناير استخدمناه تمام. في هنا هو الولاد بيبقوا مستمتعين جدا في الاسئله. السؤال هنا بيظهر عندي انا بسالهم سؤال. انا هشغل لكم الصوت، معلش هعمل شير كمان مره، انا اسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع الأعزاء. السؤال درس اليوم، أذكر بعضا من أهم أعمال الموسيقار بيتهوفن. أذكر بعضا من أهم أعمال الموسيقار بيتهوفن. شكرا جزيلا. ده كان السؤال. عندي هنا استجابات الصف كله موجودين هنا. الطلبة هم هنا السيمفونية الخامسة القدر، السيمفونية التاسعة الكورالية، سوناتة ضوء القمر. واقدر انا استعرض جميع فيديوهات طلابي. السيمفونية الخامسة. تفضل يا استاذ محمود. So Mr. Yasser has posted several posts in this group and you can see also the dates each post is created like September 24th and January 23rd إلى آخره. Now he has created a post and those students responded to the question in videos about works of art made by Beethoven. زي ما احنا شايفين هنا حضراتكم ان الطلاب صاروا عندهم امكانيه ان يختار الخلفيات المتوفره داخل البرنامج، وعنده امكانيه كمان انه يعمل داونلود لاي ايمج هو بيحبها. فهم مستمتعين جدا بالبرنامج لان هم شايفين ان في تواصل جديد ومفيد بالنسبه لهم. فهو هنا مثلا زي ما حضراتكم شايفين الخلفيات هم اللي اختاروها. عند البرنامج بيتيح امكانيه ان هو يحطوا الخلفيات اللي هم بيحبوها، يعني زي ما حضراتكم شايفين. اتفضل. Students had fun
using this platform doing the assignment, as well as they have freedom to customize the background. They can download backgrounds. They can use some backgrounds given by the program, by the platform itself. They had fun. They enjoyed it, and it was fun. تفضل استاذ. عندي هنا كمان اقدر اروح على الجروبس كلها الموجوده نشوف مثلا جروب جريد 8 تمام. ده برضو هنا بعض الاسئله الموسيقيه هنا مثلا اسالهم على سؤال واوريكم هم الولاد يعني ردوا عليا. ده السؤال اللي انا بساله له. السلام عليكم اعزائي الطلاب صف الثامن، اذكر الالات المستخدمه في عزف الايقاع البحري. اذكر الآلات المستخدمة في عزف الإيقاع البحري. وشكرا. ده كان السؤال. هنا عندنا لاحظوا إن في الفيوز هنا 25 واحد. يعني في مش طلبة بس، هو الطلبة كلهم يقدروا يعني يشوفوا بعض ويتفرجوا على كل واحد بيتفرج على إجابات التاني. وهشرح في جزء الكومنت هنا، بس خلينا نفتح على سالم. يستخدم في تنفيذ الإيقاع البحري الآلات الإيقاعية التقليدية مثل الكاسر والرحماني والطارات والصنود. ده كانت إجابته. هنا برضو رد عليه في يمكن للطالب إنه يرد على زميله في الكومنت، يسجل له فيديو تمام. وفي ممكن أنا أرد عليه هنا وأقول له أحسنت يا سالم، بارك الله فيك، إجابتك صحيحة، لقد حصلت على العلامة الكاملة ومقدارها 10 درجات، أحسنت يا بطل. تمام، هو هنا رد علي الطالب على ما أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا أستاذي الفاضل على الكلام الجميل. رد علي وقال لي شكرا أستاذ إن أنت أديتني الدرجة، فهم مستمتعين. تفضل أستاذ محمود. So this is another example by grade 8 students. Mr. Yasser had created so many questions using videos. And a group of students have responded to the video, and they can also respond to each other creating videos. Mr. Yasser, as a teacher, he can see how many students viewed the video and how many comments are made, and they can also create videos to respond to each other on the same post. نيجي بقى الجزئية، معلش عشان الوقت ما يعديش، هاجي مثلا على الصف الخامس. انا دلوقتي مبدأ عملي، مادة عملي، فأنا هنا بسألهم سؤال وهم هيردوا عليا فيه تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس، أرجو عزف مقطوعتين هوت كروس بانس أند جنتلسلي، شكرا. ده كان السؤال. هنا سؤال أداء عملي، فهو بالتالي هنا الطلبة ردوا عليا هعزف هوت كروس بانس. This task is a practical one. Mr. Yasser asked the grade 5 students to perform a piece of music using video broadcasting. And here is an example by one of the students responding to the post. فهو هنا البرنامج سهل وبسيط وبيتيح للطلبة، حتى لو المادة عملي هو ممكن يقدر يعزف، ممكن يعمل رياضة، ممكن يعمل أي شيء عملي، تجربة علمية مثلا ممكن تطلب منه يسويها ويسجل الفيديو وهو بيأديها. فهو البرنامج تعليمي متميز جدا وفي أشياء حلوة، فأرجو أن أنتم تستمتعوا. طبعا قسم البنين انا يعني محظوظ لان انا عامل جميع الجروبات باليوزر نيم والباسورد، ولو اي حد من قسم البنات محتاج اي مساعده انا تحت امركم، وارجو ان تكونوا استفدتوا وتكون يعني البرنامج ويكون يعني كويس، ارجو ان انتم يعني تستخدموه، ولو حد عايز مني اي حاجه انا تحت امر. انا اشتغلت في على البرنامج وعندي الدروس كلها موجودة تمام، يعني أغلب الوقت أنا بشتغل عليه تمام. كل دي أسئلة وكل دي استجابات عندي الطلبة تمام، في من الصفوف
من سابع وثامن وتاسع وخامس وسادس، كله عندي بيشتغل وعارفين البرنامج كويس ومتدربين عليه، وارجو ان انتم تستمتعوا بيه زي ما انا مستمتع بيه. Mr. Yasser would like to thank you for attending this session. He hopes that you would utilize this platform in your classes. And if you need any help, he is willing to help you out. For the boys, Mr. Yasser has created all the classes. So guys, if you would like to use this platform, you just need to give the link from Mr. Yasser. All the classes have been added, so you don't have to worry about adding or creating any groups. شكرا جزيلا لحضوركم. ولو حد عنده اي سؤال او تعليق اتفضل في الخمس دقائق. If you have any question or concern, please share with us. يعطيك العافيه يا استاذ ياسر. الله يعافيك، شكرا استاذ محمود، واسف انا يعني استاذ محمود انا يعني بحب احييك واشكرك. انا عارف الحصص كتير عليك كل يوم، فانت اخويا بقى وحبيبي. فأنا بشكرك يعني جزيل الشكر أستاذ محمود على تعاونك الدائم والمستمر معانا، ربنا يبارك لك يا رب. اتفضلي يا أستاذة شيرين. السلام عليكم أستاذ. اتفضلي. معلش السؤال لو تكرمت، دلوقتي لو أنا أخذت اللينك واشتغلت في الكلاس مع حضرتك، أسئلتي وأسئلتك بيكونوا على نفس البورد ولا بيبقى أسئلتي منفصلة عن أسئلتك؟ لا منفصلة يا أستاذ. تمام، شكرا يا استاذ. تحت امر. يعني هنا مثلا استاذ تامر موجود تقريبا معايا في جريد ايه يا استاذ تامر؟ انت حضرتك موجود في جريد 7؟ جريد 7 ده استاذ تامر لوحده. يعني انا فهماني يا استاذه؟ تمام تمام ايوه واضح. كل واحد ليه اسئله منفصله في لوحه لوحدها. بالظبط، يعني اللوحه الواحده دي مثلا لوحتي انا، استاذ تامر مش موجود معايا فيها. تمام حضرتك؟ هنا استاذ تامر في هو كمبيوتر ديزاين لوحته هو بس فقط لا غير، اسئلته بس منفصله. فهو هو مفيد جدا ان كل المعلمين تقدر تشترك مع بعض في نفس جروب، وكل معلم ليه التوبيك الخاص بيه وليه الجزئيه اللي هي بتاعته هو. طيب ويبقى اسهل للطالب كمان لانه مش هيلاقي 100 صف ليه، هيبقى هو صف واحد بس. هو صف واحد بيخش على اسم ال على اسم المعلم بتاعه. في سؤال تاني؟ لا تحت امرك مثلا. في حد عنده اي سؤال تاني؟ مس رومي حضرتك اي تعليق؟ يعطيك العافيه استاذ ياسر، يعطيك العافيه استاذ تامر على جهودكم، واشكر استاذ محمود نصار على الرغم من تعبه دائما معانا ما شاء الله تبارك الله، يعني يسندنا دائما، لك جزيل الشكر من استاذ محمود، نسال لك لك ولعائلتك الصحه والعافيه ولجميع معلمينا ان يفك عنهم البلاء ان شاء الله. طبعا ما عندي الا اني اقول شكرا لكم جزيلا استاذ ياسر واستاذ تامر، صراحه برنامج خفيف ولطيف ويدعم شخصيه الطالب وتطور شخصيته، حتى حسيت ان الطلاب مستمتعين في هذا البرنامج، وعجبني تعليق من استاذه شيماء انه راح يكون جدا داعم في التعلم الذاتي، خاصه أن ماده لربما تكون ثقيله قليلا على الطلاب، فلما تكون تعطى بهذه الطريقه ستكون اكثر متعه للطالب. فانا ما لي الا ان اشكركم واشكر الحضور الكريم، وان شاء الله يكون ذا فائده للجميع، واذا طبقتوه ارسلوا صور للاستاذ ياسر حتى نقيس الاثر ومدى استفاده الطلاب والمعلمين من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم جميعا، يعطيكم الصحه والعافيه ويومكم سعيد. الله يعطيك العافيه. شكرا استاذه، شكرا للجميع. السلام عليكم. الله يعافيك، شكرا لكم. الله يعافيك يا رب، الله يعافيك.